صباحك ابيض بالصلاة على الحبيب النبي. النهاردة الجمعة، وجمعة مباركة علينا وعليكم بإذن الله. النهاردة 28 رمضان، عشان الناس اللي بتفن على العروض القديمة. النهاردة الجمعة 28 رمضان، معايا مفاجآت العيد. كله بيقول لي أنا بنزل مفاجآت العيد، احنا نستنى للآخر ونعرض المفاجآت، مش مفاجأة واحدة. صلى على الحبيب النبي. انا معايا النهارده عش ولبق ووالد، معايا الالماني ومعايا الامريكي، معايا الرشطان الابيض فحمه، وبرضك معايا الفريزي. الفريزي اللي هيحلب 40 كيلو وهسلم 40 كيلو. صلاه الحبيب النبي. معايا عجله فريزيه تانية اللبن 30 كيلو، معايا عجله خالد براون اهي اللبن 22 كيلو. وعندنا الأسعار ترضي جميع الناس، عندنا الأسعار من 37,000 و45,000 و50,000 و55,000 و60,000، كل بقرة بقيمتها يا ابن عم. صباح الفل وصباح العسل، صباح رزق الحلال على الصبح. احنا مش هنتكلموا يامي، وهنسيبوا البضاعة بتاعتنا تتفرج وتمتعكوا لوحدها. يلا يابا كده، صلى على الحبيب، صلى على الصلاة والسلام. معانا أول بقرة بثمان ساعات لبن. ادعي لنا بس كده وصلى على الحبيب النبي. والده ومعاه انت ايه؟ ام انت ايه؟ صلاة الحبيب النبي. شيل يلا. صلاة الحبيب النبي. جمل وبعدته. يحمي يا رب ويبارك. ايوه كده، انا عاوزة ترفع قيمتها كده. قول له معانا جمل وبعدته. ومعاه انتاي واللبن 55 كيلو، هسلمك 49 كيلو بس، هسلمك في كل وجبة 13 كيلو، ثلاث حلبات ب 49 كيلو. صلاة الحبيب النبي. قول له تبنى عليها الدور الثالث ولا يهم. صلاة الحبيب. خش يابا. دي ست سناء، اللبن 49 كيلو، ثلاث 13، ومعاه انتاي. ادي اول واحدة. ايوه كده اتمختار. صلاة الحبيب النبي. وقول له بقى ومحمل عربية لبن تحت رجليه. ده اول واحدة. دخل عجلة اهو. معانا تاني واحدة جلد وصامت. هم بيز اسمر. صلاة الحبيب النبي. قول له اشتري يا صاحبي عشان تفهم فيه، لان لو اشتريته خلاص تبقى عابي اهو. حج الاول قبل ما تشتري، انت هتدفع فلوس ولازم تدفع الفلوس في ارض سليمه. هسلم 45 كيلو، ثلاث 15. اهو اطلع بالعجل كده. الكيلو اللي ينجز بحساب. معايا عجله تاني ولد، معاه الذكر صورته لسه فيه اهي. تاني ويل ست سناء، يحمي يا رب ويبارك. صلاة الحبيب النبي. 45 كيلو. والنبي لا تديني لايك على البضاعة الحلوة دي، والنبي لأجل الحبيب النبي، أنا مش بشحته منه. اللي بيتفرج يديني لايك ويصلي على الحبيب النبي. تاني واحدة قلنا 45 كيلو، وأول واحدة 49 كيلو لبن. دي مع انتاي ودي مع بك. حضرتك انا معايا تالت واحدة بالشهادة أبيض فحم، اللي ما بتلاقوهوش كل تلات سنين دي. ايوه كده، ايوه كده، عشان النبي تسمح الوجوه وعروج اللبن ايه، عشان اللي يقدر بس ويحوج. صلاة الحبيب النبي. يحمي يا رب ويبارك لصاحب النصيب. النبي المال بيضحك في القمر، وحياة النبي.
ما يكتر عليك 100,005 كل واحد وليه بقى يحجه. ايوه كده يا ام دماغ عامله زي اليمامه انت. طب وش سامع ده؟ اهي لبن ومعاه نتايه وما خدتش خلف والده صابح، وهم خدوا النتايه بتاعتي عشان ما نغيروش ضمننا ونجيبوا عجل ونحطوه سكتنا. الكلام ده هبيع لبنك يا اهو صابح، اللبن 40 كيلو لان اللحمه فابيض لبن الدسم بتاعه، لبن الدسم بتاع اللبن عالي شويه، هسلمك فيها 40 كيلو ده كده 3 ربع واحده يابا كده كده. اول 2 واحده معاه انت، واحده معاه دقة، وتالت واحده معاش خلق. انتظروا بقى المفاجاه اللي المعلم ده مطلعها دي بكريه، واسلم 40 كيلو لبن من اللي بيتباس ده. والنبي لا تفتح سنها الاول كده، افتح سنها عشان ما فتحناش والناس تقول لك هي البام كبيره ولا حاجه. صلي على الحبيب صلي. اللي بيعرف عد يا جماعه ده 4 سنات، 1 2 3 4 وخنصرين هنا هم وخنصرين هنا هم، يعني كسر 4 بكريه اول ولد، واسلم فيها 40 كيلو لبن. سوق يا ابني سوق، عايز اصور عروج اللبن بس، هي اللي هتاكل عيش. قوله عشان تدفع من هنا وتحلب من هنا. قوله انا هديك بقره، كل ما الواد يقول لك انا عاوز فلوس يابا قول له تعالى اما احلب لك البقره يا ابني. صلاه الحبيب النبي، هو فعلا حليب عن حليب يفرق. بكريه و40 كيلو لبن. مواصفات مواصفات يا رجاله. شوف الوش، شوف على رجل اللبق، واخد بالك من الصنف؟ الوش ابو وش يمامي. صلاة الحبيب النبي، عايزك تمشي قدامي كده وتتمخطري لان انت بكريه وفالحه. 40 كيلو كسر 4 سنان اهي اهي. معلم صور العروق دي كده، اطلع كده وقول له مولا هيطلع لك عجل زي دي من المحجر ب56,000 والمواصفات دي. ربع واحده كسر 4 سنات و40 كيلو لبن بكري. خش يا بابا اتكل على الله. هو معايا سادس واحدة اهي. سنة يا عم محمد بكرية و4 سنات برضه. صلاة الحبيب النبي. اوعى كده يا ابني، سيبها يا ديار، سايب العجلة دي بكرية وهسلم 40 كيلو لبن برضه، والعجلة دي مستوردة ومعاها الشهادة. 4 سنان دبلة الشهادة اهي عشان اللي بيعرف فيه. بكرية و4 سنان، اللبن 40 كيلو. دي سادس واحدة. صلاة الحبيب النبي. السماحة بتاعت الوش اهي، ودبلة الاستيراد الألماني اهي، ومعاها الشهادة بتاعت اهي. ايوه كده عشان النبي استسمح الوجوه. محمد سعد النهارده حالف لا يمتع اليوتيوب. دخل يا ابن الله. دي سادس واحدة. صلاة الحبيب النبي، صلاة الحبيب النبي. سبع واحدة يا جماعة، عشر ولبن. عمر ثلاثة ماشي في الراب. مش والد عم محمد والله. بكرية والتاني اللي ببطنيه.
خط شمال خط روح ربنا ما يوديك بيت دخيل ابد. ديت يا جماعه عش ومبيش زشمه ده. ايوه كده شوال ده اتمخترق. ديت عش 4 شهور واللبن 30 كيلو اهي. يبقى كده اشتغل عشان كل اللي بيشتغل ما هوش شر. السن 6 سنين اهو. اللي بيشتغل ده يبقى واخد راحته. شوف جنب البقرة وجلدها اهو. من اهو من اهو سيبها يا هوب سيبها يا هوب تمختر براحتها. اللي هي عشر مش ولد. ده عشر 4 شهور نضاف اهي. السنة معاه دي 7 واحدة. الخراطيم اهي. والنبي بتجيب الخراطيم تاني كده. يلا بتكل على الله. قلنا اللبن 30 كيلو تسليق. انا معايا النهاردة بضاعة وحياة اليوم المفترج وحياة اللي احنا صايمين له. عاوز واحد يكون فلوسه حلال بيفتح مزرعة يأسس بيها. لان معايا النهاردة تفاح امريكاني. صلاة الحبيب النبي. انا كله توائم النهارده توائم. دي بردك عش 4 شهور. اللبن 28 كيلو. ما 30 وهقول 28 كيلو بس. بس ما يبقى في الامانه احسن لي. عجل هولشتاين الماني 4 شهور. اللبن 28 كيلو. 6 سنان. صلاة النبي. اللي بيفهم في صنف البقر. قلنا 10 4 واللبن 28 كيلو. ربنا يحمي المال لاصحابه. يبقى احنا ما شاء الله معانا 7 شبات هولشتاين. معانا الوالد ومعانا العش. معانا اللبن من 30 كيلو ل50 كيلو. اخوكم المعلم محمد سعد. رقم التليفون 010-90-60-97-17. وهعمل لكم العرض الخليط دهوت لوحده عشان الفيديو ما يطولش. صباحك ابيض بالصلاة على الحبيب النبي.